درس الموقع الجغرافي للعالم العربي. حبلش بالتحديد بالحدود، فعندنا من الشمال البحر المتوسط مع جبال طورس، من الجنوب المحيط الهندي والصحراء الأفريقية، من الغرب المحيط الأطلسي، أما من الشرق فعندنا الخليج العربي وجبال زاغروس. أيضا يقع العالم العربي في وسط العالم وفي قلب العالم القديم، كذلك يقع في الطرف الجنوبي الغربي من قارة آسيا، وفي القسم الشمالي والشرقي من قارة أفريقيا. أما الموقع الفلكي للعالم العربي فهو يمتد من 2 جنوب الاستواء حتى 37 درجة شمال الاستواء، وبين خطي طول 17 غرب غرينتش حتى 60 شرق غرينتش. ولهذا الموقع الفلكي أهمية، فبحسب دوائر العرض أدى إلى تنوع المناخ، وبحسب خطوط الطول أدى إلى اختلاف التوقيت بين الدول العربية. وهناك مميزات لموقع العالم العربي، يشرف على 4 ممرات مائية، وهي مضيق جبل طارق هو ممر طبيعي يفصل المغرب عن إسبانيا، قناة السويس هي قناة اصطناعية تفصل مصر عن صحراء سيناء، مضيق باب المندب ممر طبيعي أو مضيق طبيعي يفصل جيبوتي عن اليمن، وأيضا إشرافي على 4 أو 5 مسطحات مائية، وهي المحيط الأطلسي، البحر المتوسط، البحر الأحمر، المحيط الهندي والخليج العربي. نتيجة لذلك اكتسب العالم العربي عددا من الأهميات. فمن الناحية التجارية، أنه يشكل صلة وصل بين الشرق والغرب نظرا لموقعه في مركز العالم. أيضا إشرافه وتحكمه بعدد من الممرات البحرية جعله محور للتجارة العالمية وطريق عبور للسلع بين بلدان الشرق والغرب. أيضا من الأهمية الاستراتيجية، العالم العربي يعتبر أغنى منطقة بالعالم من الناحية النفطية، كذلك يعتبر العالم العربي عقدة مواصلات برية بحرية جوية، وهذه أعطته أهمية استراتيجية. من الناحية السياحية، موقعه بين قارات العالم القديم جعله ملتقى الحضارات التي تركت آثارا متنوعة. أيضا إشرافه على عدد من المسطحات البحرية أكسبه واجهة بحرية، فازدهرت حركة السياحة في العالم العربي. من حيث مظاهر السطح، هناك الأراضي السهلية وخاصة سواحل المسطحات المائية، إضافة إلى بعض السهول الفيضية مثل سهول النيل ودجلة والفرات. أيضا هناك مجموعة من الهضاب والصحاري المنتشرة في جزء كبير من العالم العربي، ومجموعة من الجبال العالية. أما الوحدات الطبيعية في العالم العربي فهي 5 وحدات طبيعية: المشرق العربي ويضم لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين والعراق، المغرب العربي، تونس، الجزائر، مغرب، ليبيا وموريتانيا، شبه الجزيرة العربية، السعودية، اليمن، عمان، إمارات، قطر، البحرين والكويت، القرن الأفريقي، الصومال، جيبوتي وجزر القمر، أما حوض النيل فيضم مصر والسودان.